بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. يسأل الناس عن دخول شيء إلى الجوف مثل الجو مغبر أو مدخن، أو المرأة تخبز على التنور يصير دخان، أو واحد بصفك يدخن وريحة الدخان يدخل إلى الأنف وإلى الجوف. أخي الكريم، شم الدخان والغبار مو مثل شم الروائح والهواء، يعني فيه دقائق غريبة. فإذا كان متعمدا، يعني هو تعرض للغبار وبدأ ينشقه متعمد، أو واحد جاء على مكان مصدر الدخان وشمه، أو يدخن جقاير مثلا نفس الشيء، هذا يفطر الصائم. أما الشيء الذي يأتي تلقائيا، الإنسان لا يمكن أن يوقف التنفس، هو يتنفس، ولما يتنفس الهواء ما يخلو من الغبار. حتى في اليوم الصافي هو أكو دقائق غبار ضعيفة، وقد يكون غبار كثيف أيضا. فالتنفس يعني لا يتكلف الصائم أن يضيق نفسه ولا أن يغلق فمه في وقت الغبار أو في جوفه دخان، ما عليه كل شيء، صومه صحيح، بس لا هو يروح يتعمد ويستنشق الغبار أو الدخان أو يشرب جقارة، لأنه إذا سوى هذا الشيء يبطل صومه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.